ما إن بدأت أشعة الشمس تنتشر في الأفق البعيد حتى خرج الفأر من جحره ليبحث عن طعام. فجأة رأى قطعة جبن شهية فسارع بأخذها. بغتة هاجمه قط شرس ففر الفأر هاربا ودخل جحره. فوقف الفأر أمام الجحر يترقب خروجه إلى أن غلبه النعاس وترك الجبنة بجانبه. فجأة انقض الكلب مومي على القط وأخذ ينبح بصوت عال، ففر القط مذعورا. انتهز الفأر الفرصة وخرج من جحره ليستل قطعة الجبن بهدوء، فصاح: يا ويلي يا ويلي، لقد فقدت ذيلي بهذه المصيدة التي نصبها للقط الماكر.